صباح الخير، صباح النور، صباح كل حاجة زوينة على المتتبعات الغزالات ديالي، ولا مساء الخير على حسب الوقت اللي غادي تشوفوا فيه لا فيديو. انا غالبا كنزل الفيديوهات ديالي بالليل. المهم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة. قبل ما نبداو نصليو على النبي كالعادة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. البنات، الفيديو ديال اليوم مختلف شوية على لي فيديو قبل. اليوم ان شاء الله لا فيديو غادي تكون على روتين التنظيف العميق. اختكم راه بدات دابا كتنظف، داك التنظيف اللي كنديروه ماشي ديما التنظيف العميق. وكما كنقول لكم، انا راه عارفه المتتبعات ديالي حادقات وقادات على كل شيء، فالفيديو غادي يكون تحفيزي باش ما نلقاوش انتقادات من البنات. انتي كتنظفي وحنا مالنا، واش نتوما غادي تعلمونا كيفاش ننظفوا؟ لا حاشا، غير كنشجعوا بعضياتنا، انا كنتشجع منكم وانتوما كتشجعوا مني، وهذا الشيء اللي كاين البنات. فالمهم انا يفقت وجدت الفطور اليوم، احمد غادي يفطر معايا. المهم كانوا عندي شي مسمنات في الكونجيلاتور، خرجتهم سخنتهم وحطيت ديك الحرشه اللي شاركت معاكم في الفيديو السابق، وقطع شويه ديال الخضره. احمد خصو ضروري مطيشه وفلفله في الفطور، وصافي جلسنا فطرنا. من بعد نط مباشره للتنظيف. هاد التنظيف البنات اللي غادي تشوفوا معايا راه درتو على يومين. اليوم الاول نزلت الخوامي وصبنتهم هما والزربيه ديال سالامونجي، ونهار الثاني صبنت الخوامي والزربيه ديال الصاله. قلت نقسم الشغل باش الواحد ما يعيش بزاف، ولكن راه واخا هكاك البنات هاد التقسيمه هادي راه كتعيي وراه فيها الخير والبركه. ما ساليتهم حتى غفر لي الله الذنوب، ولكن الواحد فاش كيسالي وكتكون النتيجه مزيانه كيكون فرحان. المهم البنات، كيف ما شفتوا كنخوي سالامونجي. من بعد جبت السلوم وطلعت باش ننزل الخوامي. المشكل اللي عندي في هاد الخوامي البنات ان كاين واحد الجزء مدبس او لاصق في الخشبه، دايرينو بالكرافوز وما يمكنش ليا نحيد لي زغراف، غادي يخسر الشكل ديال الخاميه. ففكرت انني ننزل الخشبه ونصبن داك الجزء وهو لاصق في الخشبه. ما كانش عندي شي حل اخر البنات، خاصه انني من نهار جيت ما صبنتهم، كنت كنفضهم وكناخذ شي طرف من القماش كندير فيه مسحوق غسيل ومعطر وكنمسح به داك الجزء، لكن صافي ما بقيش مستحمله وقادره انني نصبر عليهم اكثر من هكا. كان ضروري انني نصبنهم وما لقيتش من غير هذه الطريقه، لانه صعب بزاف انني نحيد لي زغراف. البنات اللي هنايا في مصر اللي عندهم بحال هذا الشكل هذا، او حتى في المغرب ما عرفتش واش عندنا هذا الشكل هذا. المهم الا عندكم بحال هذا الشكل هذا قولوا لي انتم كيفاش كتصبنوهم وكتنظفوهم. انا ما لقيتش شي حل من غير هذا، انني نصبنهم وهما في الخشبه، او انني نجيب المعلم ينقلهم ليا يحيدهم ليا من الخشبه ويديرهم ليا في ماسوره او جعبه. وان شاء الله هذا الشيء اللي غادي ندير مستقبلا، لان الصراحه صعيب انني ننزل الخشبه، وكذلك كنظن انه الخشب غادي يتضرر بالماء. فانتوما الا عندكم شي فكره او الا عندكم بحال هذا النوع ديال الستائر قولوا لي كيفاش كتنظفوه. المهم البنات، فكيت الستائر وحيت دوك الحلقات ودخلتهم مباشره يتصبنوا، ورجعت باش نصبن الزربيه. ما عرفتش وانا كنبلابلي معكم واش لاحظتوا كميه ديال التراب اللي فوق الخشبه، شي حاجه بزاف بزاف. واخا الواحد ديما كينظف، ولكن التراب الصراحه غلبني. هنايا كاين بزاف ديال التراب، والتراب رقيق، يعني الا عندك غير شقه صغيره كيدخل منها التراب، فهنا التراب حاجه صعيبه. كان صعب البنات نصور وانا فوق السلم، والاصعب انني نكون لابسه ما عرفتش كنقولوا يا قنظوره وانايا كنخدم هذه الخدمه هذه. بقيت صابره صابره، وفي الاخر غادي تلاحظوا انني مشيت حيتها. ما كنحملش البنات نكون كندير الشقه، خاصه شي حاجه ديال الماء وجلايلي عمرو بالماء، فمشيت بدلت. البنات انا هنايا راه بديت كنحك في الزربيه، اخر مره غسلتهم كنت صيفطتهم للمغسله، لكن هذه المره قلت ارا نصبنهم بيديا. المهم انا ما بغيتش نصبنهم في الصيف، اولا لحقاش الصهد كيقهرني، قلت حتى يبدا تبرد شويه الجو عاد نصبنهم. ثانيا انا ماشي من داك النوع اللي كيجمع الدار في الصيف، حيت بزاف ديال الناس كنشوفهم كيجمعوا الزرابي في الصيف وكيطلقوهم ملي كيقرب الشتاء. انا كتجيني الدار كتولي دايره بحال القرعه، ما كيعجبنيش انني نجمع الزرابي ونحيد الستائر في الصيف.
مهم بقيت كنتسنى الجو يولي لطيف شويه ساعه والو، فقلت نوض نصب نزرابي ديالي لا يصدق الجو مقلوب مباشره من الصيف للشتاء ونبقى بلا صبان. وراكم عارفين الزرابي ملي كتصبنيهم كيبغيو الشمس، فداكشي علاش تعطلت في التصبين ديالهم. المشكله البنات اللي كنلقاه في التصبين ديال الزربيه في الدار او في الصاله هو الواحد ما حيلته انه يصبن او يوصل الماء للصرف ديالو، فهذه مشكله عندي وعند البنات اللي ما كيصبنوش في السطح. انا واخا كاين سطح ولكن الا لاحظتوا راه ما مديرش ليه البلاط، فممكن السقف يتضرر، داكشي علاش كنصبن هنايا في الدار. بعد ما صبنت الزربيه وشللتها وخليتها تقدر دزت باش نصبن هاد الجزء هذا ديال الستاره. هاد الخميه هذه اللي كتكون لاصقه في الخشبه كيسميوها هنايا البلتكانه. المهم استخدمت واحد الفرشه اللي هي ناعمه باش ما تخسرش ليا القماشه كلمة مصرية ونطقتها بالمغربية قماشة القماشة القماش. المهم كيف ما شفتوا راه صبنتها وهي لاصقة في الخشبة، شفتوا البنات التراب اللي نازل منها. هانتوما ملصقين القماش مع الخشبة بلي زاكغاف، داكشي علاش صعيب انني نحيدهم، ما غاديش نعرف نرجعهم كيف ما كانوا. فاللهم نصبنهم بحال هكا حتى ان شاء الله ننقلهم في الجعبه باش يجوني ساهلين نهبطهم ونصبنهم وقت ما. جاج البنات نشدوا النميمه في احمد. عرفتوا النهار كيجي كيلقاني منظفه مخمله مثلا، ولا المهم دايره الماء في الدار والصابون، ولا المهم دايره شي حمله ديال النظافه، كيفرح بزاف كيكون سعيد لواحد الدرجه ما نقول لكمش البنات. كيكون عاجبو الحال، فبالنسبه ليه النظافه اهم من الاكل. كنت تعجب ليه البنات، كنقول ليه انا اللي عارفه انه اقرب طريق للقلب الرجل هو المعده ديالو، وانت اقرب طريق للقلب ديالك هو النظافه، يعني الفرحه ديالو ما كتكونش بنفس الدرجه اللي درت ليه شي شيوه ولا شي حاجه كتعجبو مقارنه مع انني ندير حمله نظافه. فانا اليوم راه اعتبر فرحت احمد ودرت ليه شي حاجه كتعجبو. وصافي البنات هادشي اللي كنت درت في اول يوم من حمله النظافه، خليتهم تقطروا مزيان من ما طلعتهم للسطح. بالنسبه للغدا ما كنتش درت شي حاجه، كانوا عندي شي علب من البارح سخنتهم وكليناهم، واختكم طاحت دوده حتى لتاني يوم. هذا راه تاني يوم دزت للصاله الثانيه حتى هي غادي نصبن الزربيه وغادي نهبط الريدو. المهم البنات خليكم معايا ان شاء الله الفيديو يحمسكم. يلا هزوا الكراطات ديالكم وبداو التخمال الا كنتو باقي ما بديتوش، ولا كنتو حادقات وبديتو وكملتو فبرافو عليكم والله يعطيكم الصحه. الغزالات هنايا راه خويت الصاله باش نهبط الخاميه ونيت ما يمطحش لي داك الغبره على الفوتوي، وصبنت الخوامي ديالي كيف ما الجزء الاول، ما غاديش نكرر نفس المشاهد. حتى البنات شحال ديال الغبره في على الخشبه وفي الارض، زعما بزاف الغبره رقيقه وما كتعرفهاش منين كتدخل. اللي شافهم يقول ما عمرني نظفتش هاد المره المعفونه.
بصح البنات انا كنوريكم الحاجه على طبيعتها، ماشي حتى ننظف الحاجه عاد نوريها لكم، انا كنوريكم الامور على طبيعتها. ولكن بصح والله الا البنات راه واخا تكون يلاه مسحه من الغبره مثلا شي كوافوز ولا شي حاجه، كدوز واحد ساعتين د المكنه كتبدا تبان لك، فماشي مشكل واحد هو كيدير علاش قدر. وصافي دزت نصبن السجاد ديالي او الزربيه. هذا الجزء هذا البنات راه كوبي من الجزء الاول، حيت قلت اول حاجه غادي نديرها هي انني نحيد عليا الزرابي والخوامي هما اول حاجه. المهم البنات في هذا الفيديو شاركت معكم شويه من روتين التنظيف العميق اللي راني دايره هاد الايام، غير باش ما نغبرش عليكم ويبقى التواصل ما بيناتنا. عارفه انه فيديوهات بحال هذه ما كتكونش مفيده بزاف، كتكون غير حماسيه، فكما قلت لكم غير باش نكونوا متواصلين وما نغبرش عليكم، لاني في هاد الايام ما غادي ندير حتى شي حاجه غير انني نخمل الدار ديالي. فكل مره غادي ننزل لكم شويه من هاد الروتين هذا، ونشجعوا بعضياتنا ونحمسوا بعضياتنا، وكذلك قولوا لي واش كيعجبكم هاد النوع ديال لي فيديو. المهم البنات دابا ما بقى ليا غير نقول لكم تهلاو في ريوسكم، ما تنساوش تخليوا ليا جيم وكومونتير، واللي باقا ما اشتركتش في القناه تشترك وتفعل الجرس، وما تنساوش انكم اعزاز عليا بزاف بزاف بزاف، وبسلامه عليكم.